قبل ما هنروح لفاصل هنشوف مع حضراتكم تقرير عن فنان الشعب سيد درويش، مش عن الفنان نفسه ولكن عن بيته في كوم الدكة في الإسكندرية، لأنه حالة البيت ومنظر البيت وشكل البيت بيقول إنه لا يليق بإن بيت فنان الشعب سيد درويش يكون بهذا الشكل. بعد ما هنشوف هذا التقرير هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنناقش كيف يختار الطلاب كلياتهم، طبعا بمناسبة التنسيق وبمناسبة ظهور نتيجة الثانوية العامة وأسئلة في أذهان معظم الطلاب، هنروح أي كلية؟ نقاش موسع مع ضيوفنا بعد الفاصل. مع صوت البحر وتفاصيل الحياة البسيطة هنا في كوم الدكة، قبل أكثر من 120 عاما ولد سيد درويش، ومعه ولدت الموسيقى من جديد. مرت سنوات طوال ولم يزل درويش هو الأيقونة الخالدة في تاريخ الموسيقى العربية والعالمية، رغم رحيله في سبتمبر عام 1923. غنى للفلاحين وغنى للعمال وغنى الفئات كتيره من اهل المنطقه والاغاني الشعبيه الجميله، وغنى السلام الجمهوري لمصر. جميع الافراح هنا والموالد وكله اغاني السيد درويش، اي خطوبه اي كتب كتاب اي نقله كانوا يقعدوا يغنوا اغاني السيد درويش. لكن البيت الذي شهد طفولة وحكايات سيد درويش بات مهملا وبصورة غريبة، حتى أصبح ينعى حظ صاحبه الذي لم يلق احتفاء مناسبا وقيمته مثل ما هو الحال في بيته الذي يلاقي نفس المصير. أنا نفس البيت دوت يتنظف يبقى ليه تاريخه، وإحنا بنحب سيد درويش وبنعيش على أغانيه ونعيش على الحاجة الحلوة اللي منه، ومنطقتنا هي منطقة شعبية يعني أثرية فيها حاجات كتير حلوة. لا، بيت الشيخ سيد درويش بقى ايه؟ عبارة عن هدم، انتهى من الوجود فعلا، يعني من اكتر من 20 سنة. يفتح بيت سيد درويش الباب امام تساؤلات كثيرة، متى يتحول هذا البيت الى عنوان واضح لذكرى صاحبه أو مركزا ثقافيا يعلم الناس الموسيقى مثل ما كان صاحبه المعلم والرائد الحقيقي؟